السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد القباني الرئيس التنفيذي لشركة صلني لتقنية المعلومات. شركة صلني لتقنية المعلومات تأسست عام 2010 توفر الحلول والمنتجات التقنية التي تساعد المنظمات في عملية التحول الرقمي. منذ إطلاق المملكة العربية السعودية رؤيتها 2030 عملت شركة صلني جاهدة لتحقيق أهداف الرؤية بتوفير الحلول والبرمجيات مفتوحة المصدر التي توفر الاستدامة التقنية وأيضا توفر الاستقلالية، توفر خفض التكاليف بنسبة 60%. تعرفنا على برنامج طموح من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي عمل جاهدا في مساعدتنا في عملية النمو ليس محليا وإنما إقليميا. حققنا جائزة كأفضل شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018 في بروكسل، جائزة أودو. أيضا حققنا جائزة الشركات الأكثر ابتكارا لعام 2020، وأيضا حققنا عام 21 جائزة ميسم من جمعية برمج. أيضا حققنا نمو في شركة صلني لتقنية المعلومات قرابة 300% منذ انضمامنا لبرنامج طموح. طموحنا ليس التواجد محليا وإنما النمو إقليميا بتوفير الحلول المبتكرة من شركة صلني لتقنية المعلومات. ننصح جميع رواد الأعمال بالتسجيل والاستفادة من إمكانيات برنامج طموح ليمكنهم من نمو مشاريعهم وأيضا شركاتهم. شكرا طموح لكل ما تقدمونه لرواد الأعمال والشركات السعودية.